بص، النهاردة هعمل فيديو معاكم، هعمل جولة في شقة الإسكان. تمام، فيديو هيعجب ناس كتير قوي لأن أنا بلف. لأن أنا كنت عايزة أتفرج على الشقة قبل ما أخدها، فأكيد في ناس كتير كده عايزة تشوفها برضو قبل ما تاخدها أو كده. تمام، فيها مميزات كتير قوي وفيها عيوب برضو. عيبها هقوله انا مش بقى. بصوا، عيبها انه السباكه وحشه قوي. مش انا بس اللي عندي السباكه وحشه، في ناس كتير قوي عندها السباكه وحشه. والدهان بيطلع. بصوا، ده ممكن يطلع في ايديكي، بس هي الشقه دي احسن. هو انا دخلت كذا شقه، دهانها اوحش من كده بكتير. فالشقة دي دهانها كويس شوية، ما بيطلعش قوي زي التانيين. ماشي، هبدأ بقى معاكم الفيديو من اول الباب لحد اخر اوضة خالص. تمام، بصوا هلف لكم الكاميرا بقى وهوريكم من اول. بصوا انا عند الباب اهو كده، هلف لكم بقى الكاميرا واوريكم ايه. لا، هوريكم بقى من اول الباب خالص. ماشي، بصوا انا كده بقى الباب اهو. ماشي، اول ما تخشي من الباب كده في صاله كده، مش عارفه الصوره واضحه ولا لا. ثانيه واحده، بصوا انا عندي فكره احسن من كده بكتير. هطلع قدام الباب كده، طبعا معايا مفتاح. ماشي اهو، اول كده هحاول ان اصور وما تبقاش الصورة مهزوزة. تمام اهو كده بقى من اول الباب الشقة، شايفين؟ انت بايدك بقى تزحمي الشقة او لا. تمام، يعني بايدك ان انت ما تحطيش عفش كتير في الشقة، بحيث ان هي تبقى واسعة زي ما انتوا شايفين كده، مهاش ضيقة خالص. لو طبعا لو كركبت الدنيا او حطيتي عفش كتير كتير كتير، اكيد هتتزحم ومش هتبقى واسعة. هي 90 متر. تمام، وفي طبعا شقق اكبر من. تمام، شايفين في بلكونة حلوة مش صغيرة، بلكونة كويسة يعني. ماشي، ممكن تحط ركنة هنا عشان المساحة تبقى واسعة معاكي. ماشي، والنيشة طبعا حاطين النيشة برضو، بس مش كبيرة قوي عشان برضو المساحة. ماشي كده، ممكن تحط مراية او اي حاجة انت عايزاها، وسفرة طبعا صغيرة مش كبيرة. ما تنسيش بقى تعملي لايك وتشتركي في القناة لو مش مشتركة، ولو انت اول مرة تشوفي الفيديو او اول مرة تشوفي القناة. في بقى طرقة واسعة او طويلة كده، احنا كده في اولها. تمام، تمام لحد هنا. في هنا مطبخ بقى، مطبخ مربع كده مش صغير، حلو، اخد حاجات كتيرة يعني. وبرضو مش ضيق يعني، شايفين المساحة حلوة قوي، التقسيمة حلوة قوي. تمام، وفي برضو أوضة كده جميلة قوي هوريها لكم دلوقتي. وهنا مفروض أوضة أطفال، بس عشان الأوضة كبيرة يعني السراير كبيرة شوية، فأنا حطها على الأوضتين. وطبعا في دولاب، فمش هينفع غير إن أنا أحطها على الأوضتين. تمام، ممكن هنا بقى ايه، لو مش عاملة سراير اصلا قبل ما تشوف الشقة، ممكن كنت تعملي سرير دورين اللي هو فوق بعضه فوق بعضه ده. تمام، الأوضة حلوة قوي وكده، حلوة وفيها مكان انت تخشي وتخرجي وكده. والأوضة التانية شبهها بالظبط. بصوا بقى، في هنا أوضة بقى شبهها بالظبط. الأوضة اللي جوه فيها دولاب، هنا فيها تسريحة وكوميدينو. تمام، انا بحاول الصورة ما تبقاش مهزوزة. تمام،
قولولي برضو في التعليقات الصورة كويسة ولا مهزوزة. شايفين كده؟ طبعا. وفيها تسريحة كده. ماشي، بحاول ان اصور ما يبقاش الصورة مهزوزة، بس حاسة ان هي مهزوزة شوية بسيطة يعني. ماشي. هنا بقى الأوضة بقى اللي جنب المطبخ اللي هو ده، وقصاد الأوض. بصوا بقى الأوضة دي انا اخدة شوية حاجات يعني بصراحة حلوة قوي، اخدة اي حاجة انا مش بستعملها على طول. شايفين بقى السجاد؟ شايفين طبعا البلاستيكات اللي ملهاش اي لازمة حطها هنا. طب شايفين السجاد؟ طبعا السجاد كتير جدا اهو، ورا الباب كمان اهو اهو، وطويل. فمكنش مش عارفة من غير الأوضة دي كنت هحطهم فين اصلا يعني. والحلل طبعا الكبيرة قوي اللي مش بستخدمها على طول، في حلل اكبر من كده وحلل اكتر من كده، بس دول مش بستخدمهم على طول يعني، في رمضان ممكن. والتربو وسبت الغسيل والباسكت كده مش بستعمله. وطبعا اي حاجه بقى مش عايزاها بحطها هنا، او مش عايزاها على طول بحطها هنا. حلوه قوي. وحاجات الفرن اللي مش بستخدمها. تمام. احنا وصلنا لحد الاوضه دي. ماشي، في هنا حمام. ماشي، السباكه طبعا يعني متدمره يعني مش عارفه ليه. المهم الحمام حلو، مربع ومش كبير ومش صغير. وفينا الأوضة الكبيرة بقى، هي كبيرة أكبر أوضة. تمام، هي كويسة مش صغنونة. تمام. شايفين طبعا انتي لو عندك الحاجة كبيرة قوي هتاكل الأوضة. تمام، انما لو حاطة شوية حاجات بساط مش هتاكل الأوضة خالص. أنا بحاول أصور ما أهزش الصورة. شايفين الأوضة واسعة مش صغيرة. بصوا بقى الأوضة واسعة مش صغيرة خالص، وأخدت شوية حاجات حلوين. بس على حسب المقاسات، لأن الشقة لو حطيت فيها حاجات كبيرة يعني، انا دخلت كذا شقة على حسب عفشك يعني. انا ممكن اخش شقة مفيهاش حاجات كتيرة بس العفش كبير. المهم انه على حسب انتي مختارة ايه او كده يعني. كل ما قللتي في الحاجة كل ما الحاجة تطلع احلى. ماشي. طبعا لو عجبك الفيديو متنسيش تشتركي في القناة. تمام، وتعملي لايك وبس كده. عايزه اقول لكم بقى ان لو الفيديو ده جاب لايكات كتير تمام، او حتى لو ما جابش بس كده. انا بحاول ان الصوره تبقى واضحه على قد ما اقدر. قولوا لي برضو لو التصوير عجبكم. تمام، ممكن برضو اوريكم الشقق، العمارات يعني. تمام، فاهميني؟ بس كده. لو عجبكم الفيديو طبعا اعملوا لايك، ولو اول مرة تشوفوا القناة اشتركوا في القناة. ولو عايزين تشوفوا الشقة من غير عفش خالص برضو ممكن قولولي برضو في التعليقات، وانا تمام يعني هصوره. ماشي، بس باي باي.